حاجة. اه سندس، سندس كده بتدخل تقول السلام عليكم، شو اخباركم، وحشتوني كتير كتير حلوين، يلا سلام. ورايحة ادرس، يلا سلام. ايه السرعة دي، ايه السرعة دي؟ يوسف ده اقعدي اقعدي، ما تقوميش لو سمحتي. انا بصراحة كلام جميل والله، وتسلمي على الكلام. القمر ده، القمر زيك، بس انا مش عارفة اقرا الاسم ايه. انا مش عارفة اقرا الاسم ايه. أقول عملتي ايه، عملتي ايه؟ اقعدي يا حبيبتي، انتي اقعدي انتي وكلي الحمد لله كلي، عشان في حاجة حلوة برضو كمان. وفي يلا. الدين. يا سلام، 10 من 10. ايه الناس الحلوة دي، ما شاء الله، والله العظيم. انت بصي، انتي اللي عينك حلوة. على فكرة يا ولاد، على فكرة أنا الكومنتات بتجيلي بعدها بفترة، عشان يعني في ناس ممكن تتضايق أو تزعل إن أنا مش برد عليه. الكومنتات بتيجي عندي بعدها بفترة والله العظيم، وبرده كمان الرسائل بتقف عندي، فأما بلاقي كده الناس ساكتة كده، فبعرف إن الرسائل واقفة، فأنا بفعلها. بصوا، من تحت من هنا، عشان لو انا مثلا ما ردتش على حد، انا ما اقصدش خالص ان انا ارد، ما اردش على حد، انا قاعده اصلا مستنيه كومنتاتكم علشان ارد عليكم. بس مباشر تحيه من الجزائر، اهلا باهل الجزائر كلهم، من باهل العجل مصر. ده. فين ده؟ ده لا، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده البتنجان اللي انت ما بتحبوش ده. ولا المخشر ده اللي يعمل كده ما يدخلش. هو لسه مش هتمشي يا كارما، استني ما يشتم. لسه اشتم كمان؟ لا، ما هو دي تمهيدة، دي تمهيدة للشتيمة، استني ما يشتم. لسه مش هتمشي. بضحك قوي. كلي 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 وانت ساكتة. هذا مين ده اصلا؟ لا، دول كده بيتخانقوا مع بعض. مين ده؟ سيبك من دي بتنجانة. بتنجانتين. مين ده؟ بص، بتنجانتين وعفريت. لا يا سنجوبة، انتي فين يا سنجوبة؟ وحشتيني، مش سامعة صوتك ليه. عاملة التليفون وضع طيران يا سنجوبة. كنت هتجيبيلي كده، جسمي كله بيرتعش كده يا ساجدة. يا رب يا رب يحميها ويهديها، هي واخوها اللي عاجنين بعض طول النهار، بيعجنوا بعض. انت اميره، انت امير. باباها بيقولهاش انت غير، انت شيخه، انت شيخه، انت ما بتعمليش حاجه. والله ما بعمل حاجة. انت هتقولي لي ده، انت بس جايبه لي الضغط، بس مش ما بتعمليش اي حاجه خالص، ما بتعمليش اي حاجه. انت بتعملي حاجه؟ ده انت كوكه قلبي. في الآخر يا كوك يا كوك على ايه؟ شفتوا؟ وجايبالك حاجة حلوة كمان، تصدقي؟ يعني تصدقي بعد اللي انت عاملاه فيا ده كله النهاردة، اللي انت عملتيه ده؟ بس عارف ليه هجيب لي المقصوص؟ صح ولا مش صح؟ امال دي ايه؟ بطاطاية دي؟ دي بطاطاية؟ ايوه بطاطاية. طب خشي بقى، ادخلي على السرير كده شوفي فيه ايه، اختاري لك حاجة وتعالي كده. شايفينك؟ ادخلي جوه هنا. مكنتيش تعرفي، بكافئك على اللي انت عاملاه فيا طول النهار. يلا خدي واحد وتعالي، اقفلي النور وخدي واحد وتعالي بسرعة. كمان دقيقة وهقول لك مش هتاخدي حاجة. اقفلي النور. ها، ايه رأيك؟ ايه، بتستخبي ليه؟ بتستخبي ليه؟